قلت لي من شويه قبل ما نخش على الهواء ان كان في مسانده جماهيريه كبيره وكان ليها دور كبير جدا في انك توصلوا للمرحله ديت. وهسالك عن الجماهير وعايز اسالك سؤال كمان مهم جدا، انت ناوي تكمل يد ولا سله؟ لا بتاخد انجازات هنا وانجازات هنا، ناوي تعمل ايه ان شاء الله؟ احنا باذن الله يعني باذن الله واخدين عهده نفسينا. عايز اقول لحضرتك ان الدكتور حسن مصطفى كان واقف معانا وقفه بجد عظيم. هو الدكتور محمد الامين بجامانه يعني. هتكمل يد ولا سله؟ ان شاء الله نكمل يد. هتكمل يد؟ عجبتك الميداليات؟ كاس لا كاس العالم عندنا ان شاء الله. كره السله تاجل شهر 6 تمام، واحنا عندنا البرتغال في شهر 11 كره يد. هايل بطوله عالم ممتاز ان شاء الله. ممتاز ناويين برضو احنا خدنا خبره من البطوله كبيره قوي. طبعا مش عاوز انسى بقى ان انا اشكر الناس المنظمين اللي عملوا حدث عالمي، كل الناس كل الفرق التانية كل الفرق اللي جت مصر بتتكلم على تنظيم البطوله. انا كابتن محمد انا مبسوط من ايه قوي انك تقريبا من ساعه ما بدأ الحوار دوت انت ما اتكلمتش عن نفسك، انت بتشكر كل الناس. لا ما شاء الله يعني شخصيه جميله يعني ربنا يحفظك. انا مبسوط اقول لحضرتك على حاجه، لما حدث عالمي يتنظمه مصر زي ده والبطوله تحت رعايه رئيس الوزراء تمام، وانا بقى بشوف الناس مبسوطه متوفره في مكان حدث عالمي فعلا، مستريحين في اسانسيرات، في مكان مؤهل ذو الهمم، في مكان مؤهل فعلا جدا. انا ببقى مبسوط لما الناس بتبقى مبسوطه، الناس بتوصل بلدها بتشرح تقول احنا رحنا مصر متوفر لنا 1 2 3 احسن ما يقول احنا قابلنا مشاكل. لا كنا بنقعد نقعدينا كجروبات فرق برضو بيقولوا احنا مبسوطين، اما مش عايزين يمشوا من هنا، مش عايزين يمشوا فعلا المكان. صح وعالمي. بالنسبه لي انا شخصيا طول ما الفرقه سعيده وفرقتي بتحقق نجاح دول زمايلي انا مبسوط جدا جدا جدا. مبسوط جدا جدا. قول لي بقى، قول للجماهير. الجماهير بصراحه بامانه هم السبب، هم طعم المكسب في البطوله. الجماهير كانت بتحضر من اطفال لكبار لصغيرين. طبعا بنشكر الدكتور حسن كان فاتح برضو الصاله. الدخول مجانا ممتاز بامانه يعني، ودي كانت حاجه كويسه جدا جدا جدا. وعم مكان نزول همم، بقول لحضرتك في حاجات في البطوله دي انا شخصيا يخليني اموت نفسي في الملعب. طيب